في الإجراءات العادية اللي كتقوم بها الشرطة الدورية في موزمبيق، أثار انتباههم شخص مشتبه فيه في حديقة الحي مساء الأربعاء 7 شتنبر على تمام الساعة 2 بعد الزوال. ولما مشاو عنده طلبوا منه الشرطة الوثائق للتأكد من الشخصية ديالو، اكتشفوا أنه هاز سكين بطول 35 سنتيم وقام بتهديدهم إلا ما خلاوش يمشي في حاله. هنا قام الشرطي بالتدخل عبر توجيه له ضربة على مستوى الرأس بواسطة العصا. هذه الضربة هي اللي خلت المهاجر المغربي يقاوم الشرطة ويوجه لهم عدة ضربات بواسطة السكين. هذا المهاجر المغربي اللي ضرب الشرطة بالسكين وعمره 24 سنة، مقيم بصفة غير شرعية ببلجيكا، هو معروف لدى الأجهزة القضائية بالسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض. الشرطية باتريسيا اللي تعرضت للاعتداء وقالت مازال ما استوعبش داك الشيء اللي وقع، جا كل شيء بالزربة. هاد الضربة اللي في يدي ما حسيتش بها، الطريقة باش شتني بها كانت كتبين أنه جد قلق، والحاجة الوحيدة اللي كانت كتبان لي هو كيفاش نبعدوا عليا باش ما يبعدنيش على ولادي. أما الشرطي الآخر قال كان ناوي يتخلص من الزميلة ديالي بالزربة والتفت ليا، لكن سرعان ما قام بالفرار لتتم دورية أخرى بالإمساك به على بعد أمتار. رئيسة بلدية موزمبيق علقت على الحادث وقالت هاد السيد معروف عندنا وسبق لنا أمرناه بالرحيل والخروج من بلجيكا منذ 2010، وآخر إنذار رسلناه ليه منذ أيام قليلة دازت. أما مدير الأمن موزمبيق قال هاد الشي كامل وقع على بعد مسافة قليلة من مركز الشرطة، وقمنا بالاتصال بالأطباء النفسيين لمتابعة حالة الشرطيين.